اقول لهم ايه يا هم جدو؟ العاقل يفكر بعقله. انا ما بصيتش تحت رجلي، انا بصيت لقدام. وهعيش ازاي؟ وهقعد لوحدي ازاي؟ هصرف على نفسي ازاي وانا الست لا بتاعت كاني ولا ماني ولا المسائل دي كلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في حلقتنا النهارده من قناه ياسمين اليوتيوب واخبار النجوم. حلقتنا النهارده بتحمل خبر حزين عن نجمه جميله، نجمه كلنا كنا بنحبها. رحلت عن عالمنا خلال الدقائق الماضيه الفنانه القديره رجاء حسين. رحلت رجاء عن عمر يناهز 83 عاما، وذلك بعد مشوار فني طويل قدمت لنا الفنانة القديرة فيه العديد من الأعمال، أعمال تظل خالدة في الوجدان. اتولدت الفنانة القديرة رجاء حسين عام 1939 بمحافظة القليوبية. أحبت الفن، عاشت من أجل تحقيق حلمها في الدخول إلى هذا العالم السحري. ولما بلغت 19 من عمرها وفي عام 1958 بالتحديد التحقت بفرقة نجيب الريحاني، والفرقة دي بقى أثقلت موهبتها وعطتها الكثير من الخبرة، قدرت ان هي تظهر فيها قدراتها الفنية. وعلى طول اختارها المخرج العالمي يوسف شاهين، وكانت في بداية مشوارها عام 1976 وشاركت في فيلم عودة الابن الضال، واللي كان بمثابة نقطة تحول كبيرة جدا في مشوارها الفني. اتعلمت كتير من خبرات يوسف شاهين، وده الشيء اللي خلاها تنال شهرة واسعة، ومن هنا بدأت انطلاقة رجاء حسين. ولكن الحياة ما بتمشيش على وتيرة واحدة. على الرغم ان يوسف شاهين ساعد في انتشار رجاء حسين وان الجمهور يعرفها، لكن هي رفضت تقديم الادوار السينمائية معاه بعد كده، ورفضت على طول فيلم المهاجر. قالت رجاء حسين ان يوسف شاهين اناني، عاوز الممثل يبقى له لوحده لانه كان يريد التمثيل، ولكن عقدة التهتها منعته من ذلك. رجاء حسين معروف عنها ان هي صريحة جدا، وكانت جريئة جدا في التعبير عن آرائها. كانت دايما بتحب تقول الحق حتى لو كان بيغضب يعني اي حد. مع عشان بيصرف على البيت يعني؟ لا، مش عشان يصرف على البيت، مش كل حاجة الفلوس، عشان يحافظ على اولاده. وكرامتك فين رجاء؟ من صنع، لاني ما بقولش اللي بيحصل. طب ما انت اللي عارفة بينك وبين نفسك انك بتتخاني، الصبح بتتخاني وفي الليل بتتخاني، ترضيها ازاي؟ عندي صبر أيوب، ببلع كل حاجة. رجاء حسين تمتلك رصيد كبير جدا من المسلسلات، ويمكن ده كان أكتر شيء من أعمالها الفنية ناجحة في حياتها، وده اللي دخلها لوجدان الجمهور. من أهم أعمالها كان مارد الجبل، واللص والكلاب، وعلى باب زويلة، وأحلام الفتى الطائر، وذئاب الجبل، والمال والبنون، وشجرة اللبلاب، والشهد والدموع، ورايا وسكينة. في حياة رجاء حسين اتعرضت لصدمة كبيرة جدا، وده بعد ما فقدت ابنها الضابط. ولكن على الرغم من الصبر والقوة اللي كانت بتظهر بيها في البرامج التلفزيونية زي ما كلنا كنا بنشوفها، لكنها كانت بتبكي في كثير من الأحيان، وده لما كانت سيرته بتيجي. الله يرحمها ويرحمه. وقالت ان وفاة نجلها أثر عليها وعلى حياتها، وأكدت ان وزنها انخفض كتير جدا من كتر التفكير في ابنها الراحل. وأكدت الفنانة رجاء حسين من خلال أحد البرامج التلفزيونية، قالت كنت أنتظر نجلي يحملني لدار الآخرة، ولكن سبقني وحملته. جوزها يا مامي، أنا ما أقدرش أعيش من غيرها يا مامي. ليكا كويسة. أمال بتعمل كده ليه؟ الحبسة المرة اللي هي فيها بحجة إنها غولة تخليها تعمل أكتر من كده. طب ما أنا كنت غولة، وأختك كانت غولة، وخديجة، وكل ست مات جوزها في الواحة بقت غولة، وانحبسنا فوق الاربع بدور وسكتنا. ليه هي بتعمل؟ تشييع جثمانها يكون النهارده الظهر من مسجد الشرطه في مدينه 6 أكتوبر. المهرجان القومي للسينما حرص على تكريم الفنانه رجاء حسين في دوراته الماضيه، وده كان في شهر يونيو الماضي، لكنها غابت عن التكريم، وده كان بسبب ازمتها الصحيه. واكدت الناقده ماجده موريس وقتها ان تكريم رجاء حسين هو جزء من عوده الحق، الحق اللي رجع لكتير من الممثلين اللي بيحكم عليهم طبيعة العمل تأدية أدوار سنوية، لكنها في الحقيقة بتعتبر أدوار رئيسية. رجاء حسين في الشهد والدموع. زعلان توك ما افتكرت يا عبد البديع؟ المسامح كريم استحسان. خلاص بقى يا حسين. الله.
إلى أن رجاء حسين قررت ترك السينما مرتين في مسيرتها، كانت واحدة منهم بعد تهميش دورها في فيلم المهاجر زي ما قلت لكم، وما رضيتش تكمل الفيلم ورغبتها في أداء دور معين. وعمري ما تكلمت عن حياتي الزوجية أو الشخصية. شكيت بنفسك رجاء. إيه؟ شكيت في حالك في نفسك بالفترة دي، تشوفي تقولي أنا ناقصني إيه؟ طب أنا ناقصني إيه؟ أنا ست ومشهورة وممثلة والناس بتجري ورايا وأوتوغرافات وأدوار، أنا أتخان ليه؟ الرضا. أنا عندي رضا يوصلني لآخر العالم. أحساس وامتزاج مع الشخصيات بشكل غير طبيعي. إحنا النهاردة فين من ده؟ إحنا النهاردة فين من ده؟ أنا نفسي أسأل سؤال وحد يجاوبني عليه. إحنا فين من ده؟ إحنا فين من ده؟ حد يرد عليا بجد هتجنن. مش بس كده، دي اتكرمت كمان من انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية في مارس الماضي، وده كان بمثابة التتويج لمسيرة رجاء حسين والذي تحتفي به الفنانة كثيرا الله يرحمها. تكريم بعمرك. تاريخ طويل من الفن أستاذة رجاء، احكي لنا عن لحظة التكريم، حسيتي بإيه؟ إيه الكلام اللي دار بينك وبين السيدة انتصار السيسي؟ بص أنا هقول لحضرتك، أولا تكريمي ده تشريف غير طبيعي، أنا عايزة أي حد يجي يشوف المكتبة بتاعتي والتكريمات، كل التكريمات عندي كوم وده كوم. يعني شيء مش معقول. لما اتكلمت معها قالت لي ست محترمة جدا، ست قالت لي الله عليكي أنا بحبك قوي، أنت إنسانة كويسة، وأنا قلت لها أنا بحبك قوي برضو نفس الحكاية، يعني مش معقول، ست محترمة مثقفة، ست بسيطة مع الصغير زي الكبير. ولو حبينا نعرف الفنانة رجاء حسين كانت بتعاني من أمراض إيه؟ الفنانة رجاء حسين اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده وقالت إن هي عملت عملية جراحية في المعدة، وده بعد تعرضها لأزمة صحية بسبب ارتفاع إنزيمات الكبد. قالت رجاء حسين إن هي خضعت لعملية جراحية في المعدة وده كان منذ فترة بسيطة جدا، وكانت بتقيم في البيت وكانت بتتابع مع طبيبها الخاص، لكن ما كانتش قادرة تتكلم لفترات طويلة، وفي الوقت ده كانت ما زالت في مرحلة التعافي. وسبق وكشفت رجاء حسين عن تطور حالتها الصحية في تصريح سابق أشارت إلى أنها بتعاني من إنزيمات الكبد، دايما بتكون إنزيمات الكبد كانت مرتفعة عليها الله يرحمها، وده اللي كان بيخليها أن هي تشعر بالتعب الشديد. كمان وقعت قبل كده من على السلم وتعرضت لإصابة شديدة جدا في إيديها، وده بالتزامن مع ندوتها في المهرجان القومي للسينما، علشان كده ما قدرتش تحضر الندوة. أما عن حياتها الزوجية والعائلية، تزوجت رجاء حسين من الفنان سيف عبد الرحمن، وده كان بعد قصة حب جمعتها بيها على خشبة المسرح، اتعرفت عليه عن طريق الفنانة سناء جميل والتي أتت به في أحد العروض المسرحية، عرفوا بعض، ومنذ هذه اللحظة قرر سيف الارتباط برجاء واعترف لها بإعجابه، حيث تكللت قصة الحب دي بالزواج وأصفرت الزيجة عن طفليهما كريم وأمل. ولكن تخيلوا أن رجاء حسين قررت الانفصال عن زوجها، وده بعد 51 عاما من الزواج، مما جعلها تشعر بالانطلاق بعدها، وصرحت وقالت أولادي كانوا سبب في تأخر اتخاذي هذا القرار، ما كنتش عايزة أولادي يتربوا مع جوز أم أو مع مرات أب. وصرحت وقالت إن هي بعد طلاقها كانت بتشعر كأنها طفلة متمردة وانطلقت للحياة. مع المعلم حمام البطال. ومن خلال لقاء رجاء حسين مع سهير جودة ومفيدة شيحة، وده كان من خلال برنامج الستات، قالت تصريح، قالت لا يمكن أن يكون الطلاق شفويا، وتمنت وجود بعض المواد في القانون اللي بتنظم عملية الطلاق، وقالت أن نسبة الطلاق في مصر مرتفعة جدا وفي زيادة مرعبة. يعني بعض الأشياء أحيانا كان الهم التقيل كبير ما كانش بيفرحك بحاجة، يعني مهما عملت لأنك أنت بتقدم كويس وقالت كمان أطفال الشوارع بتتزايد بسبب ارتفاع حالات الطلاق. قالت تصريح مهم جدا، قالت إن استشهاد ابنها كريم عام 2014 وزواج بنتها خلاها تحس إن رسالتها في الحياة خلاص تمت،
وقالت كمان دلوقتي أصبحت أكثر جرأة في انطباعاتي وآرائي، ولذلك قررت أن أتخذ قرار الانفصال. من أولها بالتريقة، أنا قلت له من الأول بلاش دي، دي ست لسانها صليط، دي ست لسانها زي العقربة. الله يرحم الفنانة رجاء حسين. من أبرز أفلام رجاء حسين كان فيلم أفواه أرانب، محدش يقدر ينسى دورها لما كانت طالعة شقيقة الفنانة فاتن حمامة. كمان فيلم المتوحشة وأبناء وقتلة، وشاركت في فيلم نوارة، والذي يعد آخر أعمالها في مجال السينما، وشاركت فيه العديد من النجوم، كان على رأسهم منة شلبي ومحمود حميدة وشيرين رضا. أما من خلال الدراما التلفزيونية تألقت جدا، ومن أهم مسلسلاتها اللي تألقت فيها كان مسلسل الشهد والدموع، وما ننساش طبعا رحلة السيد أبو العلا البشري، والمال والبنون، وزيزينيا، ودي كانت من أحلى مسلسلاتها، وذئاب الجبل طبعا على رأسهم، وغيرها من المسلسلات الناجحة الكتير، واللي قدرت الفنانة القديرة رجاء حسين من خلالها تقديم رسالة مجتمعية. طف المسرح، المسرح بقى حرصت فيه رجاء حسين على أن يكون لها رصيد فني، قدمت عشرات الأعمال المسرحية، كان منها عنترة، وفي بيتنا رجل، والنسر الأحمر، وجحا والبنورة. رجاء حسين نموذج للمرأة المشرفة، للرموز المصرية المتميزة والملهمة، علشان كده تم تكريمها في يوم المرأة العالمي وفي مارس 22. عبرت عن تكريمها من السيدة انتصار السيسي وقالت: حسيت ان تكريم السيدة انتصار زي فرحة العيل الصغير بلبس العيد. من ضمن تصريحات رجاء الجميلة الله يرحمها، قالت ان هي ما عاشتش طفولتها، وعلى كبر بدأت تعيشها، لدرجة ان هي قالت ان هي بقت عبيطة وبتحب تهرج مع العيال. وصرحت وقالت ان ولاد بنتها بينادوها كانوا بيقولوا لها يا رجاء، وان اخر مفاجأة ليها قبل التكريم كانت منهم احتفالهم بعيد ميلادها الله يرحمهم. اسرار واسرار في حياة الفنانة القديرة رجاء حسين، واللي اثبتت من خلال اعمالها وادوارها السنوية ان الادوار السنوية دي لا تقل ابدا في مكانتها عن الادوار الرئيسية، وقدرت من خلالها وفي كل الاعمال اللي اشتركت فيها ان هي تثبت ان الادوار السنوية دي لا تقل اهمية عن ادوار البطولة والادوار الرئيسية. والحد هنا النهاردة هننهي حلقتنا، وبندعو بالرحمة والمغفرة للفنانة رجاء حسين، هنوفيكم بالتفاصيل اول باول، ادعو لها بالرحمة.